في خيالي أنا، في أحلامي أنا، غمض عين ونفتح عين نلقى أرض الأمنيات. بصح وين عالم لينا إحنا، ليخللنا إحنا الفرحالن والضحكالن كيمالون الفراشات. بصح إذا حلمك تكون أمير وتطلع على الأبراج، حب نشوفك تلعب تيرانات تيرانات، يلا معانا تلعب تعيش وتشوف الأماني، وانت في هيروز يوم معايا غني غني. مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من هيروز يوم عن الأمنيات. كالعادة اليوم حلقة جديدة راح نتعرفوا على أبطال جدد، راح نخوضوا التحديات جدد الورشات. بصح من قبل لازم نرحبوا بلي كرونيكر تاعنا أروى، حمزة، فانيسا. يلا أنا واجدين. ديتو اليوم كاع ضربة؟ وي بيان سور. واجدين اليوم؟ وي بيان سور، أنا واجدين، أنا متحمسين. نرحبوا بالأبطال فريق جونيور ديزاينر. أنا سلسبيل قطاش من ولاية سندية، عمري 12 سنة. سلام، أنا اسمي مريم معوش، عمري 11 سنة، أسكن بولاية بومرداس. بونجور، أنا اسمي نوها، نسكن في ولاية الجزائر العاصمة، وإكزاكت في بولوغين. فريق جونيور فوتوغرافر. سلام عليكم، معكم معتز بالله بقرة، عمري 11 سنة وجاي من ولاية عنابة خصيصا باش نشارك في برنامج هيروز يوم في سميرة تيفي. السلام عليكم، أنا اسمي أنفال كعوان، عمري 12 سنة وسكن في ولاية الجزائر العاصمة. اسمي أميرة محفوظ، في عمري 11 سنة، جيتكم من ولاية الجزائر العاصمة. أنا هند بن سليمان، في عمري 11 سنة من الجزائر العاصمة. فريق بيكاسو. أنا بيرم أميرة، مسكن في ولاية تيفازا، عمري 11 سنة. السلام عليكم، أنا حمدوش فاطمة الزهراء، عمري 10 سنوات، من الجزائر العاصمة. السلام عليكم، أنا هلاسي، عمري 12 سنة، وجيتكم من سحاولة. فريق كاندي روم. أنا اسمي سعد الله بشرى، في عمري 12 سنة، من ولاية نعامة. أنا رافع أبركان، عمري 11 سنة، جيت من الجزائر العاصمة. سلام، اسمي فرح مختار، عمري 12 سنة، جيتكم من ولاية البوليدة. فريق بيبر هاوس. في خيالي أنا، في أحلامي أنا، مغمض عين ونفتح عين ونلقى أرض الأمنيات. بصح وين يا ولاد يا بنات، أنا ندلك أنا ندلك هيروز يوم،
هي حلم القوم مش حافظه اللي وراها كنت نقول لي نتلفتها. السلام عليكم، انا بنصالة خديجة من ولاية نمسان، عمري 11 سنة، تحصلت على شهادة تعليم الابتدائي. هي بركولي. انا اسمي عبد الكافي كنان بن القاضي، عمري 7 سنوات، وجاي من ولاية الجزائر العاصمة. انا اسمي ميسان لقبي بوشطال، عمري 7 سنوات، اسكن في الجزائر العاصمة عين نعجة. فريق اوبرا الجزائر. انا اسمي عبد الرحمن بن بلعيش، عمري 12 سنه من ولايه الجزائر. السلام عليكم، انا مريم قرجيج، عمري 11 سنه، جيتكم من مدينه رغور مدينه الوليده. سامي معكم غرازه مزيليا، جابي توليات بديده، وعندي 12 عام، جيتكم باش ندير لا ميوزيك. فريق بيتزا يولو. السلام عليكم، انا اسمي ليلى بن سعلي، في عمر 11 سنه، جيتكم من ولايه الجزائر العاصمه. انا بلعال مريتال، في عمر 11 سنه، وجيتكم بومرداس. سالو تو الموند، انا اسمها العربي، عمري 12 سنه، وجيت من الجزائر العاصمه. واخيرا فريق شوكولاتري. انا ايتام ميليسا، في عمر 11 سنه، نسكن في الريبة. انا داموش امينه، في عمر 10 سنوات، من ولايه الجزائر العاصمه. السلام عليكم، انا اسمي ملاك كاريب، في عمر 12 سنة، وجيتكم من ولاية البوليدة لمشاركة في هيروزيوم. يا أبطال، أكو كام هنا مجتمعين في ساحة هيروزيوم؟ واجدين تحديات؟ يلا، جو! كالعادة، خلو شوية وقت الأبطال يستكشفوا كامل التحديات اللي وجدناهم ونقولوا من بعد. شاركت في هيروزيوم، كشفت في التلفزيون، سقسيت ماما وبابا، قال لي تقدري تشاركي. درت فيديو، من بعد عيطوا لي باش ندير كاستينغ، وقالوا لي راكي مقبوله. اوه ماي جاد، شحال شابه، شحال شابه هاد الغاز، كيف كامل شابين. خيرت ورشه شوكولاتري خاطر كنت نحب بزاف نطيب لي غاتو مع ماما. يلا التحدي يكون سهل ان شاء الله. هيا طيبه انت، عملتي بانكيك اليوم في ورشة شوكولاتري، قالوا لنا طيبوا بانكيك، وانا في ذا الصباح طيبته وشربت به القهوه. وانت يا البارح؟ انا يا لول البارح طيبتهم. نبدا مع ماما؟ نبدا. درنا في المقادير تاع البانكيك بيض والسكر والفرينه ولا ليفور والزبده وسرنا خميره كيميائيه ورشه ملح. كي كنا نطيبو في الورشه تاع شوكولاتري كنا نحكو شكون نديرو كي كنا صغار وكاع. شوف الضوء اللي فيها كي دايرين، او شحال شابين. شوف التلفزيون، كي كنا نتفرج في التيلي شفت ايناس لابسه الحطه والبزاوز دايرين بها، دخلت لهذاك الفيديو رسلت فيديو في الخاص والحمد لله قبلوني. والكيسان شحال شابين. شاركت في بيبر هاوس خاطرش انا نحب الاشغال اليدويه. مع الاول انا كنت حاب بيكاسو، بعد كي قلت اشغال يدويه خير رحت لبيبر هاوس. وشنو حنخدموا دوكا؟ نشوفوا في التلفزيون نعرفوا شنو حنخدموا. قالوا لنا خدموا فراشه وزينوها بلي بابي قومي. وهناك في الورشة تلفاز رأينا فيه ورأيتها أنها سهلة جدا. واش اسمك انتيا؟ أنا اسمي مسال. انتيا؟ ولقبك؟ بوشطال، أسكن في الجزائر العاصمة. إيه، وأنا مسنب مسال خديجة ونسكن في ولاية تنيزان. وأنت؟ أنا اسمي عبد الكافي كنان. وين تسكن؟ تسكن في الجزائر العاصمة. في عمري 7 سنوات. وانا في عمري 11 سنة. وانت يا شحال عمرك؟ 7 سنين. ايه، كيفاش لقيتو هيروزيوم؟ كنا ندورو في البرامج حتى ماما، كنا انا وماما جسنا على سميرة، لقينا هيروزيوم عجبتني، قلت لها ماما علي ما نشاركش. بعد انا كي رحت في الفيسبوك كتبت هيروزيوم وعيطولي وقالوا لي مقبول.
قلت لي كيف تلقيتي روزيوم؟ انا يا ماما هي اللي قالت لي شافت في الميسنجر ان صدر لي تقول بلي حنبدا الحلقه تاعي. قلت لها لماذا لا اشارك؟ قالت لي نعم ستشاركين. كتبت اسمي ولقبي في الفيسبوك ودرت الفيديو وقبلوني، قالوا لي ارواحي. هيا نبداو. بزاف شابه شيكا كيما استفلاتي لي. اخترت ورشه بيتزا يولو باسكو بروميامون جيم بوكو كويزيني، اي دوزيامون لي نحب بزاف تانيك هادو لي سالي تو سورتو لا بيتزا. هاي نبداو هاكو لي ريسيب ديالكم. ميرسي دو ريان. قالو لي اليوم نديرو بان فورسي 250 غرام تاع لا فارين. فارين نصف ملعقه صغيره ملح. بدينا بالعجينه، درنا لا فارين. C'est bon. بومرداس كنتي نورها؟ انا بتوماريس اسمها هان. اسمها اوكي. فات واش قلنا دوكا نديرو؟ دوك نص ملعقه كبيره سكر. وفات بلاك هي اللي ندير بها الزيت. تبونس كامل هكا عبالكم انا جي اون شان سور يوتيوب. ابو اسمي اسمها هيا نقرا مع نائله. تانيك حكيت لهم في الورشه ديالنا بلي كان عندي قناه في اليوتيوب اسمها هيا نقرا مع نائله. حليتها باسكو جي كونستاتي بلي بوكو دونفون نيم با ليغ، إيل سون بلو باسيوني باغ لا تيليفيزيون لي تيليفون إي تو سا. سما أنا نقرا فيها حكايات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا في قناتي هيا نقرأ مع نائلة. توجور افيك مون ليفغ دو كونت دو في لو سوار افيك مي زوغ مي دراغون إي مي ليكور. سال سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ماما حلتها اسمها هي تسيرها لي، سي ماشين بيرسونيل، هي تعاونني تقولي واش ديري، هي تسيرها لي. واو تحسبين شوفي تحسبين حباتي شتلقاش ماش باب. واو بغيت نشارك خاطرش انا ما نخدم مع ماما خياطة، ديجا هي عندها اتولي تاع خياطة، بابا خياطة وماما خياطة. شوفي ماش باب شوفي شحال كاين. انا كامل لافامي ديالي يخيطوا، عمومي سامومي ماما كامل يخيطوا. واش راكم تخدموا؟ هيا هيا عطاونا قماش غوز وكاش باب بزاف بزاف. انا حنخدم غوب تاعي شغل جهه منا
جهة منا بعد فيها الجب هكا. أنا ماشي ما فنصمم مربات كبار، ما فنصمم غير الفوفيات تاعي، بصح أنا خايفة إلا تجيني واعرة تاع هيروزيوم. البنات أكون فرحانين مام، أنا إنسانة أني فرحانة. صعيب تتحكم في القماش بهذيك الطريقة، بس كي هكا تغلط في حاجة يطير لك. حلتي وين؟ التصميم تاعي كان واعر بزاف، وكان فيه طويات منا ومنا باش نديرو بزاف حاجة واعرة. أنا أول حاجة درتها في الغوط ديالي، يعني حطيت لهم الخيوط هكا تاع الظهر يعني وتاع الأمام. كي شغل قد متحيرة ندير هادي ولا هادي ولا هادي، وبعد مع الأخر لقيت الحل ودرت اللغب شابة. واش عندنا اليوم؟ منعرفش. عندنا كيك بالأرقام. ماكي ميرسي دريان. ماكي اليوم في كاندي روم، طلبوا منا ان نخدموا باتسابلي ونديسينيو فيها ليلاج تاعنا، ومن بعد كي نطيبوها نشبحوها بلا كريم شونتيي اي حلوى تاع حليل. عندنا 90 غرام زبده، 60 غرام سكر ناعم، 19 غرام بودره اللوز، فانيليا، قرصه ملح، حبه بيض، 150 غرام فارينه. خيرت ورشة كاندي روم لخاطرش عجبني بزاف الحلوة تاع حليلو والديكوراسيون تاعهم. درت اللوز واش يعطينا الماء، ريحته هايله. ومن بعد هذه هي الفاني، قرصه ربيني. ايه اما ديكو عندنا قرصه ملح، قرصه ماشي حنديرو هكا نديرو قرصه، ايه حنديرو قرصه صغيره. ومن بعد هذيك عندنا 150 غرام فرينه. كي كنا نطيبو قلت لصحاباتي انا طباخه ماهره، بصح عجبني الحاله اللي فيها رز منين بزاف عجبني، بزاف هايله بزاف. اصلا هذا يا برنامج هايل للدراري الصغار باش يستمتعوا به. ديجا سميره راهي خمت فينا درت لنا ارقام برنامج الاطفال. كيف اللي كان ديرو ساليسا صافا؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله كلش بيان. قولوا لي واش نديروا اليوم؟ كيك الارقام صابلي اليوم كنديروا كيفهم يديروا شغل جاتو على حسب عمرهم. قلت لهم نغمل من يجدوا لي عمري ويكتبوا لي بابيسا واللوغو تاع سميرة تي في من تحتها. واو انا من كنت صغيره كنت حابه ندخل كيما انا. خيرت ورشة الرسم على خاطرش انا عندي موهبة الرسم اللي كنت صغيرة. خيرت ورشة بيكاسو لاني نحب نرسم ونحب فنون ايضا. انت واسمك؟ انا بيرم اميرة، عمري 11 سنة، جيتكم من ولاية فازا. انا جمع باي فاطمة زهرة. وانت؟ انا اسمي سيرين. هلا الله يبارك. عين بدأو؟ عين لازم نجيب بك لوحة على بانتور. قالوا لنا رسموا فيهم دي دونات. ولي في سالي سالي.
الحمد لله يا ربي. واش راكو ديروا؟ انا نطيبوا في لي بانكيك. لي بانكيك لي بانكيك اوكي. الوغ جامي شتي بانكيك طيبوا معايا. واش راكو ديروا؟ نخدموا في لاباط. داكو لاباط اوكي. وبعد وين حديروا شوكولا؟ شوكولا كيما طيبوا وميتو ونديروا شوكولا. داكو تما على فان. وي انا نحب نديروا لاباط بالشوكولا. لا لا اوكي داكو. اسكو مولفين تاكلوا لي بانكيك ولا لي كريب؟ لي بانكيك ولا لي كريب. كيف واش حبوا؟ انا نحبوا لي كريب. انا داكور. اسكو لي باكيت تحبيهم فلوفي يكونوا بيان طريين مويلو هادو كيما تاع الياباني تحبيهم نورمال؟ نورمال نحبهم كي يكونوا بيان فلوفي. انا نحبوش يابس نحبهم فلوفي. هذا كي تعبز عليهم يكون هكا مويلو يهبط عاود يطلع هايلين هادوك. الو قولوا لي في الاخر كيف حد يديروا البريزونطاسيون؟ من ما نكملوا كلش نطيبوهم ونحطوهم فوق لاسييت نذوبوا شوكولا ونديرهم هكا من الفوق. هذا ما كان غير من الفوق هكذا. نديروا البنات من الفوق نزيد لهم العسل كان ندير لهم العسل كان ندير لهم شوكولا. اوكي داكور تري بيان. وقولوا لي اسكو موافقين تحبوهم في الصباح ولا في العشيه قهوه العصر؟ سي فطور صباح. فطور صباح. انت في العشيه؟ العشيه انا لا ميم شوز فطور صباح. اوكي داكور تري بيان. ما نشوفكم وحده كيفاش تحب. انا حابه نعرف عليكم شويه. ما انا تري بيان نخليكم فاصون سهله ياك ماشي صعيب لي بانكيك فين نديرهم في الدار. ما انا نخليكم ونتلاقاو من بعد. صحه صحه باي باي. دوك هكا نجبدو. او خصنا الحليب. راح نجيب الحليب. راح جيبي الحليب. أنا جبت الحليب. جبته؟ اه. هوليك وراه الزبده دوك نوزنو شحال ديروا الحليب؟ نديروا الحليب لا نو غدي قالك ديري غير بشويه. جبته شحال لازم توزني؟ قالك ديري غير بشويه حتى كي تحوسي على خميط املس. اه نضيف الزبده. مازال الزبده مع الاخر؟ نو سي نديروا الزبده والحليب باش نخلطوهم. هاكي الحليب هكا نديروا بشويه. ما تكسروش الحليب بالك تجري لكم ما تقدروش تعاودوا ت عطيني الحليب دقيقه هاك ما تكثريش. نعم شحال جبتي معدل؟ جبت 8 فاصل. انا جبت 12.20. انا جبت 17. الله يبارك. كي نكبر ان شاء الله راني حابه نكون استاذه انجليزيه. معدل تاعي في اللغه الانجليزيه هو 18. نحط بالعقل. خلطي باش ما تفوتكش. لازم نديرها سخونه باسكو ماذا دوبي تير واحد دوبي من هنا. دقيقه واش نجيبها هنا نخلط القوام تاعي. تري بيان. كي كنا حنا نهضروا ما سمعناهاش المره كي قالت لنا بلي هذه الزبده تاع الكناش ودرناها كومبلي. هذا لافاني. هذا الملح. هذه لافاني. ديري قرصه ملح شويه لافاني برك. لا لا هذه لافاني. لافاني كان حسبت لي انا بلي هي الخميره الكيميائيه بلا ما ندوق. ابخي درتها كومبلي. هي ما ديك كي قالوا لي بلي الملح تشوكيت. ثلاثة زهوى ومراحة ما هو هماني صاحي ركوب الخيل والبنات وكيسان الراح. ركوب الخيل والبنات وكيسان الراح. يلا دوكا نشوفوا أوبرا الجزائر واش رايحين يوجدوا لنا. كوكو فنانين. بونجور. صافا؟ لاباس الحمد لله. شوف لك واجدين لابسين التوني تراديسيونيل قاعدين تدربوا ياك. الو شنو جبتونا اليوم؟ اليوم حنغني لكم ما تفتكر يا غزالي من طبع السيكا. انا حنغني لكم اليوم انقلاب عمر يا قلبي خلي الحال وانقلاب موال. هذا شراب راح نلعب استخبار زيدان ومن بعد راح نزيد اون ميوزيك كي سابيت لا فيزا هو مراحه. داكور تري بيان. اسكو رايحين ديروا برك على ناس ولا تغنيو ثاني؟ انا كاين غنى لي نغنيهم كاين غنى اكثر. اوكي وانت؟ انا نغني. انا جي فيغ انسترومون. داكو ما نخليكم شويه وقت تدربوا من بعد نجمع الجمهور نجيو نسمعوكم. اوكي داكو. تشاو تشاو. لا تترى
شباب ما كنتش كاع توقعتها. ايه ما شفتهاش هكا في التلفزيون. ايه جد خير من اللي التلفزيون كبيره شابه. ايه نمت تزعت حاشب الكوبيه الكوبيه. في كل ورشات كاين غير ثلاثه اعضاء. طيب في ورشه المصور الصغير كاين الرابعه هذه خطره وانا هو الرابع. حنا كي جينا الهيروز يوم لقينا بزاف الغاشي في الكاستينغ، من بعد على بالنا باللي الكاستينغ حيكون مليح تما ما خفناش. واش راك على اساس تي لو بوت نخلعكم زعزعكم شويه صافا؟ اكو بيان الحمد لله. هي الوغ عليكم واش يكونوا بعد اليوم تبي تفتح هذيك يكونوا ثلاثه؟ لا لا وي نكونوا اربعه باسكو جيتنا مع النبا ما نقدرش تجي الحلقه الجايه. تما مرحبا بك عندنا بان اليوم تحدي سبيسيال. اليوم كي جيت وشفت ايناس عجبتني بزاف، لبست غوب شابه كانت صح برينسيس. اليوم التحدي تاعكم راح يكون في الساعه تاع هيروزيوم، راح نخرجوا تبعوني من بعد باش نحن صوروا. عندكم دو مانكان طفل و طفله جاو لابسين بالكراكو تاع الجزائري تو ولازم تصوروهم. دونك عندكم لو شو صوتهم كيما اوبرا الجزائر صوت كيما بيبر هاوس. اوكي تقدروا ما تختاروا دي اكسسوار دوك منا معكم وتصوروهم ومن بعد نشوفوا احسن صوره. اوكي يا نروحوا نبداو. هيا تبعوني. التحدي تاعكم هنا في ساحه هيروزيوم. وي لي مانكان لازم تصوروهم راهم في اوبرا الجزائر. اوكي دونك كاين طفله وولد لازم تروحوا تجيبوهم وتصوروهم. عندكم لو شوا صوتهم هنا قدام دخلت اوبرا الجزائر سواء هنا كيما بيبر هاوس. قاتنا تاتا ايناس لازم نصوروا الطفل والطفله ولا الطفل الواحد وطفله وحدها لابسين اللباس التقليدي ديال الجزائر. انا كنت قاعده نخير طفل وطفله بصح حبيت نخير طفله باسكو كانت لابسه كراكو وهي والاوبرا تاع الجزائر تتوالمو باسكو الاوبرا تاع الجزائر كشغل فيه فنون وهي لابسه تقاليد تاع الجزائر. كانت تعرف دير لي بوز هذيك الطفله وسقمت لها قلت لها كيفاش تصور باش لا فوتو تخرج مليحه. سي بون اوكي مالا شكون دوكا؟ اوكي شكون تصوري؟ للزوج. للزوج اوكي عندك شو هنا شو هنا؟ انا خيرتهم للزوج وحبيت نصورهم قدام بيبر هاوس باش نكون مختلفه على صحاباتي باسكو كامل صوروا في اوبرا الجزائر. هذه عندها ديجا اوني دي تري بريسيز واش نحبها. غيرت لك هكا هذه هكا سلام. عندك اكسبيريونس؟ ايه ماما وبابا فوتوغراف. ضحكوا بانوا علاش عروسه؟ صبري دنا شويه. انا اخترت صورهم للزوج في اوبرا الجزائر. خيرتي لا فوتو سي بون دوكا كي تروحوا لاتولي تروحوا تخرجوهم ديروا تكادريوهم تموديفيوهم كما تحبوا تتوشيوهم وتخرجوهم. اوكي عفوا نخيروا لا ميور فوتو. خلاص علي باي باي صحه باي باي. نخلطو بيدينا. ولا فورم كيف ديروها نتوما؟ جو اوفال دورة. ماما كيف دورة. كيف دورة ولا اوفال؟ نتوما واش معرفين نطيبو في الدار؟ ما نطيب كلش. انا ندير لي بيتزا معرف نديرهم لي تاكوس و سكري. سكري انا ما نطيبش بزاف. انا الكونتخيغ بزاف نطيب سكري و ندير شوية صالي. جينيرالمون انا في الدار نطيب لي سكري حاجة سكري. انا ندير بوكو بلوس لو سوكري وما نديرش بزاف سالي. انا ندير بزاف سالي. و كيس كي بونس دو تا كويزين لا فامي ديالو؟ اه كيس كي بونس دو تا كويزين؟ سي با ما بدي يتخمح. حنا حنا وسينا لا فارس شوف نبداو نديرو دوكا الحشو. درنا حبه فلفل حبه فلفل حبه بصل حبه بصل زوج علب تونه زيتون اخضر جبن مبشور صفار حبه بيض وسانوج. بصح تقديمي نحكيش حاجه حنا تو الكو تاعك يعني كل واحد والكو ديالو. بعد الباقي شاكا سيكو. كاين اللي ما حبش يدير الفلفل كاين اللي ما حبش يدير المايس. فريق زيون صافا
الحمد لله. اليوم كي دخلت ورشة بيتزا يولو بداتهم يديروا خبز محشي. انا قلت لهم اللي عينو يربح كتر الفخوماج والضو، سرتو كي يسح الفخوماج على هذاك الخبز ما تشهونيش. فهمنا؟ سير اوكي. مالاني دبرت فطوري. باي 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 باي. لاي 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 لاي. ايه توم توم كاش نحجبكم لدي ياسر. اه هاي صحة ميرسي. الو بيسي حمزة لي ليفغور. ياسر في الاجتماع في كل مكان وزمان. انا في بيتزا يولو خصنا التون، معليش جيبهولنا. اوكي حاضر احضر احضر. ميرسي. في المقعد ديك خاصنا الطون، انا رحت عيطت لحمزه ياسر هو اللي جابهولنا. طون 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 طون. شكون طيبو؟ فان فارسي. فان فارسي وشنو؟ فان فارسي خبز محشي. اي هذا فان فارسي واقيل ديه رسات العمي زهر. طيبو عبالي لو كان مدهالو هاد لوسات العمي زهر شهرين انا ناكل بطان. قد قلنا لو كان نعطي هاد لوسات لواحد العم هكاك قال ما يخليني ناكل شهرين باطل. صحي طير وتجنحو ما تجيبوهمش كيما المحاجب تاع خالتي اليمنى. شدو تشو صحي عوالكم عفسه. اي اودي في المحاجب. ميرسي كش ما تحقوا راني هنا يا سيري. يسرى عليكم. ديروا خبز محشي فحشعه جيك بالله عظيمه كيت لي فريزه من المحاجب ولا تاع خالتي اليمنى. فنانين بيكاسو. هلو صافا صافا الحمد لله. شكون دايرين فيها اليوم؟ انا نقسمو دونات كيما هادو اليوم كيما ما صافي الفيديو. اوكي عندكم هنا في الكوتا ستريم وريكم كيفاش ديرهم. اوكي دوكا كو ديروا في ان بلاطو وي ياك ان بلاطو حيت بيرسوناليزيوه وي لي دونات داكور سي تري بيان. الو واش بديتو؟ قولوا لي شفت وحده بدينا بدينا بالبلون. اوكي ليسيال بدا لونهم كامل بدا رسمي بيضا. انا بديت نديرها كاع بلون ومن بعد تيك ندير زوج صوص بالازرق وفي وسطهم روز. داكور تري بيان. ونتي واش راكي ديري؟ بديت بالبلون نصبخها كاع بالبلون ومن بعد تيك نبدا نديسيني عليها. الادوات اللي استعملتهم هي البانسو لي بانتور و لي ماركور. نشكر تيكنو على هذه الادوات اللي سهلت لنا المهمه. اي لي دونا تحديهم كبار صغار كيفاش؟ نورمال مايا نورمال مايا. خدمتو ديجا في كولور حديروهم من بعد؟ وي. قولوا لي حابه نعرف. ندير انا كيما الفيديو كيما الفيديو. انا ندير واحده تاع شيكولا واحده شيكولا واحده فخز وواحده كولور واحده بلو. داكور تري بيان. اسكو حديهم كيما في الفيديو هنا بلي يضحكوا ولا كيفاش حديهم نورمو؟ انا حنديرها حسين بدل حسين بدل شويه. اوكي داكور تري بيان. واش ما فين ترسمو في الدار؟ انا ما فين نرسم انا نرسم انيمي باش كل شيء. داكور تري بيان. جامي سي تو ترسمو على الحوايج؟ نو كي لا فاتشوت. انا كنت نديرها كي كنت صغيره كنت لا فاتشوت تكستيل على لي فيتمون ترسمو مون جاي شويه واعره باسكو لا القماش واعر باش تشدو مي سيوها في الدار. اوكي لي في تري بيان. مالا سي بون كو عارفين كاع واش ديرو. وي خليكم. وي ايا بيزو. أو واش كنديرهم صافا؟ لا بس الحمد لله. على بالي وناكو ما باش راكم واصلين بصح على بالي بلي اليوم راح ندير لكم كوب كيك على شكل نيميرو. ايشان راني جبت لكم لي نيميرو انا حطهم لكم هنا. يعطيك الصحه. شوفوا انا اليوم ما شربتش القهوه ديالي باسكو ما كان عندي باتيسري ما كان عندي غاطو. معناتها انتم راني اليوم تاكلي عليكم باش طيبوا لي باتيسري شابه نجوزها مع القهوه ديالي. صافا تفاهمنا؟ ايه. شوفوا انا كندير من اليوم عجبوني بزاف باسكو حديروا دي كوب كيك على شكل ارقام وانا جبت لهم لي نيميرو تاع 1 و 2. انا نروح نخليكم حبيتي اي حاجه راني لهنا. حد موفق. باي باي. حيتي باي باي. ما نكذبش عليكم في الحقيقه مع الاول جاتنا صعيبه بهندسينيو بالموس حكتك على لجينا ليلاج ومن بعد كي جات اروى سهلتنا لينا الخدمه وجابت لنا الارقام اللي هما ورق مرسومين فيهم الارقام وحنايا نطبعهم على العجينه ونقطعوهم بالموس. كانديرو ميلو. هذيك جات ايناس. انا جيت. واش راكم البنات؟ لاباس الحمد لله يا ربي صافا تري بيان.
حمد واش كودي بغينا نشوف الارقام هنا واش راه صاري انا نديرو صابلي على شكل الارقام اوكي دونك كيما هادوك لي غاتو دانيفيرساو فين نشوفوهم داكور تري بيان الوغ علاش خيرتو 2 و 1 و 2 علاش خاطر على حساب كل وحده وعمرها داكور تسمع داك 12 سنه انت شحال 11 و انت 12 الله يبارك حبيتي نسقسيك لا فريز وين نجيبوها عيط لياسر هو يجيب لك كلش اوكي ايا باي 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 عجبتني تجربتي اليوم في ورشة كيندي روم واكتشفت فيها عدة مواهب اللي ما كنتش نعرفها دوكا نغسلوا يدينا ملي كنديرهم في الفرن طيب دوكا نرجع هاد اليدين البنات تعرفوا اغنية هيروزيوم ايه انا نعرف انني حافظتها نغنيها لكم ايه سنعرف غير شوية مشي بزاف انا ليش يا ولاد يا بنات ايدي ندلك انا ندلك هيروزيوم هي حلمي كويس صحاباتي كانوا بزاف هايلين كانوا يخيطوا كانوا زوج وانا ثالثة كانوا يعرف يخيطوا انا انبهرت كيف هما يعرفوا يخيطوا بزاف شباب ولي لهذه دي شابة واش اللي استخدموا نتا هيروزيوم واش راكم سلامس واش راح ديرونا اليوم؟ حندير الغوب 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 اكولو روز واش راح ديرينا كي واصله انتيا دوك نبدا نشبح اوكي وانتيا منو كي واصله انا هذا قريب من بديت هذا بديت صح حباتي يعني هما بداو يعني انا كنت حاسته راح يفوتوني عجبوني الغوب ديالكم با وحبي بالك وسمو باش تولي وكستانو في البرا بلاك وتقيسوا روحكم بالبيستولي ويقيسوا روحكم بالبرا اتونسيون سنو سنو دقيقه نشتبن شويه كراميل تاع كونديام بعدا سهل بالنوع عليها الكلام انا نروح نخليكم نعود نجي لكم ام بعد شويه و الى حبيتوا اي حاجه راني لهنا اي حد موفق اي اوغوفوار ماشي اوغوفوار نقعدوا لهنا ديجا شكل صغير جيبلي اسيت معك انت تاعك خلطها ملاح انا خلطتها تري بيان شوفي كشرا الاخر تاعي جاتك شابه ميرسي دوري ها وراطيتها نعاودها معك حطيها هنا طيب واليوم كي طيبتهم ما فهمت كيفاش ما جاتنيش سوا سوا لي كراب هذوك اللي جاو كي بحال غاطو طيبوهم واسمهم لي كراب لي كراب كراب لي جاي كيما الكوفريت طيبيهم لي كوف انا ديفو مع ماما ماشي وحدي ماما انا ديفو مع ماما نطيبهم انا ماما انا نطيب ندير لاطاس نتاعي وما ماما هي اللي تطيب وتعرفوا طيبوا مسكوتشو طيب كيش نعرفش طيب مسكوتشو انا ديفو طيبتها وديتها معايا هذاك النهار كي رحنا للغابه ما لقيتش واش ندي مع القهوه ابخي رحت درت موسكوتشو درت له شوكولا ايتو من الفوق وخبيته داخل لابواط تاعو ابخي دي نعمل للغابه جاي شهي ما طرليش معليش المهم جاي شهي في نفس الوقت لا لا تلاوي ما خلاو لي والو ما زعكتيش ما زعبتش باسكو انا اللي طيبتو خرجت لك شابه شاركتوا في كاش برنامج من قبل ولا عمركم ما شاركتوا عمري ما شارك انا عمري ما شارك انا 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 شارك انا نشارك في الولائي واحد الخطره شاركت في احسن قصيده شعريه وتحصلت على المرتبه الاولى الله يبارك نقول لكم القصيده اللي درتها ايه وي لازم نوقف
درتها على معلمتي 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 اشتقت إليك يا منشئة العلماء يا نجمة في السماء بنورك قضيت على الجهلاء فأنرت دربي ودرب الزملاء معلمتي أنا متلهفة للغياك يا وردة مزهرة في السماء بعباءتك البيضاء الأنقى من صفاء الماء حال بيننا عائق وبائي فحنوت لبسمتك الحسناء وفتحت المدارس بعد العناء فأسرعت للغياك سألت عنك فسرقت معلمتي 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 رحلت معلمتي رحلت إلى السماء فخطوت إلى الوراء وتحطم قلبي إلى أشلائي سحقا 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 لهذا الوباء سرق منا كل الأحباء فاللهم ارفع هذا الوباء فاللهم ارفع هذا الوباء وارحم أحبتنا الشهداء وارحم أحبتنا الشهداء. شكرا. بيبر هاوس. هلو. هلو إيناس. وشراكم؟ لاباس. الحمد لله. ولا غي سافا تخي بيان. الحمد لله. أنا قولوا لي شكون ديرونا اليوم؟ أنا نديرو فراشات. أوكي فراشات كيفاش راكم تخدموا فيهم؟ الكشغل هادي نغلفوها نعاود نقصو هكا ونديرو. داكوغ تاكلي هذاك لي باليات ها؟ وي ودخل لجنا ومن بعد نلصقو ودخل لجنا فراشة. بعد نحكمو ورقة. نحكموها هكا بعد نطوها ها على زوج بعد نشوفوا في التلفزيون داكو عندكم هنا تشوفوا راكو تشوفوا مالا ها كي تبعت انا جاتني سهله اوكي داكو تما تخيرت لي كولا وشنو خيرت الخضر خيرت فيغ و وبلو ونوار اوكي وانتيا انا خيرت روز بلو والروج الاحمر داكو انتيا الابيض والاصفر والوردي اوكي تما حيخذوا فراشات كبار ولا صغار مش عارفه مازال ما سيتهمش مازال سيتيش باش دوك نشوفوا نخليكم ديروا التحدي تاعكم وعلى فاني حاب نشوف كم فراشه تاعكم صح تشاو 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 باي الو يا ماما هاني عم نتقنا شنو قلت لك عندي هيروزوم اليوم اي خليني خلاص ما عنديش كريدي تشاو وين نروح؟ أكو تحضروا عليا؟ سمعت اسمي؟ شو غير بالخير ياك؟ غير بالخير أهلا ديزاينر شاكم؟ سافا؟ الحمد لله راكو أو بلان تحدي نشوف فيكم ألو شنو هو التحدي تاعكم اليوم؟ سي كوا التشالنج؟ نديرو لي غاب نخدمو لي غاب ما نشوفهم كيما نحبو اوكي داكوغ تخي بيان دوكا نشوفو وحده كيفاش دارت ديجا يا بليزيوغ موديل احكي لي انتي الاولى درتي هنا اجوا ان درابي وي كي حد ديريها لي مونش كيفاش يجو؟ هكاك شغل نطبقهم اها ومن بعد شغل نشدهم هنايا بليزي بانك ومن بعد نشبعهم اوكي داكوغ تخي بيان وانتي واش راكي ديري؟ نحن نشوف هاد ال أنا دوك هذه نديرها بالبيستولي هنايا اها وثاني حندير نفس الحاجة لهنا نديرها جوكي اوكي داكوغ تخي بيان ونديرها كيفاش جاية دوني جاية مونش كورت كيفاش حكي لي فيها عادي جاية لهنا هكاك شغل بالخير ولهنا عادي هكا داكوغ تخي بيان نحب نشوف هذه كيفاش تخرج سوما تخرج شابة ونسي احكي لي شوية ودوري لي نشوف مانكا حنديرها ما فيهاش لي مونش داكوغ ونديرها هنايا في رقبتها باش تسد لا روب داكوغ ولا جيب نديرها شويه طويله اوكي قولوا لي منين يجيكم هاد لي انسبيراسيون هادو منين يجوكم انا نشوفو في الانستغرام نشوفو في اليوتيوب فهمت ما في لي فيلم نلبسو بزاف هكا صح كاينه وداكوغ دوكا عندكم هنا واش ديزاينر معمره بلي اكسسوار اي لي بوتي لي بير لي ستراس كلش دونك نخليكم وديروا لنا دي بو موديل صح البنات ايا تشاو تشاو بون كوراج انت واش راكي حديريهم الوجه ديالهم زعما سعيده ودا شنو انا ثاني ايه هذا كيوت كملتي انا قريب لو بلون كملتي كما قالت لها إيناس توزيتك شكرا رسمتو بحوايج لا لا انت فرحتي كي جات إيناس وي
حتى انا. ثم حددوا تعادوا تولوا الهيروزيوم ما عم بلش بصح ان شاء الله اذا حب ربي معنا. عجبتك؟ عجبتني بزاف بزاف. بيكاسو صافا؟ لاباس وانت؟ الحمد لله. شكون نديرو؟ كي دخلت بيكاسو لقيتهم يديرو دي بلا شغل سنيوات مرسوم فيهم لي دونات ونشوف لي كل واحد يعني واش دار. زعما انتيا درتي البلو بالغوز وجون. انتيا درتي ثاني البلو والغوز وجون، مي سي با دو لا ميم فاسون سي سا. كل واحد يعني واش دار. هذا شغل السيال. شغل السيال لكم. اه قولوا لي لي بيني هادو مالا ما حديروهم لي دونات حديروهم كولوري ولا سامبل ولا كولوري؟ راح نديروهم نخطو عليهم بالقلم باتيك نزيدو فوقهم بلو ماركو بالكم. انا البيني اني نحب انا شكون تاع شوكو كيما انا شوكو غالي مام فرنس اه تعرفوني حبهم لاصوص فرنس. كاش اختار شاركتي في مسابقة رسم؟ لا أنا شوفي شاركت في مسابقات عديدة وكنت نربح، ودوك هاد الخطرة شاركت في مسابقة رسم في الخارج مصر، وفي ثلاثة رسومات بديت أنا الأولى. الله يبارك. الله يسلمكم. بيكاسو شكو دايرين فيها؟ كيما عرفتو فيها واليوم البيكاسو ديالنا داروا لنا سنيوه. سنيوه فيها لي ديسان تاع لي كوب كيك ولا لي دونات صح؟ راكي تصنيف لي كوب كيك؟ وي. ثم لحقتو مرحله لي كوب كيك ولا مازال؟ نو مازال لي دونات دوك نكملو برك. اه حدي لي كوب كيك كبار كيما هي ولا راح ديرهم صغار ولا موايان وسطين؟ كيف كيف موايان. اسكي حد ديري لهم لي كولور كيما هي دارت ولا نو؟ باش نسقسيك باش نسقسيك انت تحبي لي دونات؟ وي بيان سور انا شنو الحاجه تاع ماكله نحبها سورتو سكري بنا انا جادور لو سكري. وعلاه؟ ها؟ علاه قسقسيتيني؟ لا بيسك انا سقسيتك برك لو كان نورت ما تعجبك ولا تحطي فيها لي دونات. وي هادي طيب بها نحط بسته لي دونات ونحط لهنايا جو كيكيسان باسكو حنا مال فوا دي فوا نديرو سهرات برا انا وصحاباتي. انا شوفي غير شفت سنيوات جاتني السهره انا وصحاباتي، وحده تجيب صالي وحده تجيب المكسرات وحده تجيب الحلوه وتجيب الكوجاك والشيبس. انا قلت لهم شوفوا طاطو لي سنيوه وحده نروح نديها نوريها صحاباتي ونقول لهم شوفوا واش خدموا ابطال ايروزيوم داولنا خدموا لنا سينما ولا في الاحلام. واش بيبر هاوس واش راكم صافا؟ لاباس. هايا لاباس وانتيا؟ واش راح ديرونا اليوم؟ فراشات. فراشات. لي بابيون في بيبر هاوس خدموا لنا اشكال على شكل بابيون. انتوما راك واصل؟ انا راني وين ندير الجناحتين تاعها. الجناحتين وانتيا؟ حندير لها هادوما. الكور ديالها. ها. وانتي وين راكي واصله؟ درت الكور وباقي لي ندير الجناح والودنين. والودنين. وديروا لها عينين ولا تخلوها هكاك؟ ديروا لها عينين ديروها عوره. انا حسبت لي ما ديروش عينين ولا بانشو غراهي. هاي قلت ما شتاش قلت لهم خلاص زادوا طرو برك زادوا ديكوراوهم مع لي كولور وزادوا داروا لهم اورانج واحد درها بلو ايفر معناتها الله يبارك عليهم صح صغار الله يبارك بصح عرفوا يخدموها. بون انا نقول لكم الله يبارك عليكم. انت واش راح ديرها لي كولور؟ نديرها روج او روز. وانتيا؟
راح ندير الاصفر والوردي وشويه نتلف هكا مع صحاباتي شويه هكا الخضر ولا باش نديرها ودنيها. بصح هادو شنو عينين ولا شغل ليزال؟ هادو عينين ولا ديكوراسيون تاع جناحتين؟ هذا ديكوراسيون تاع جناحتين. اوكي شوفوا انا نروح نخليكم، حبيتوا اي حاجه راني لهنا. اطونسيون من المقص، شوفوا المقص تعقدكم بصح اطونسيون منه. اوكي شوفوا نقولكم حد موفق، انتم كاع رابحين في ايروزيوم، انتم ابطال ايروزيوم حنا عندنا. بون انا نروح نخليكم حد موفق، هيا جود باي. ماشي جود باي، حنا كل يوم رانا لهنا نتلاقاو دوك ديجا نخرجوا نتلاقاو ديجا. هيا باي باي. حد موفق باي. سمعتوا شنو كنت غادي نقول لكم؟ نتوما هما الكبار في الدار. انا لا انا عندي زوج خاوتي كبار عليا. عندي زوج خاوتي كبار عليا وانا هو صغير في الدار. انا كيما يقولوا انا المازوزيه. كيما انا ثاني المازوزي. قال لك حمار كان تاعين زوج صحاب، واحد غني وواحد فقير. حال خطره دي غني يعرض دي فقير للعشاء. فقير قعد يتخيل عماش يحط له دجاج بانان صوالح دي ملاح. تمشي عنده حط له العدس، قال ابدي انا حطيت لي العدس. قال ليش حطيت لي العدس؟ قال له كل العدس فيه الحديد. وحال نهار دي فقير عرض الغني وحط له الحديد. ليش حطيت لي الحديد؟ قال له احنا ما ناكلوش الحديد. قال له كل الحديد لا خاطش فيه العدس. انا الفلاغو بتاعي ما حبيتش ندير لي فلوغ، وكنت حندير لي فلوغ ومن بعد حبست، ومن بعد كنت حندير الريش بصح قلت نديرها سامبل خير. البنات ورا الشباب هذا ولا هذا؟ حبش نجبدو بعد. انا فتحت الغجر لقيت واحد لي فلوغ، كشغل هما جايين في الذهبي، كاين ذهبي كاين غوص كيما الغوب تاعي. شوفي دا يخرج شباب. انا خيرت الغوص خاطش هما اللي جو مع الغوب تاعي، درتهم وجاو شابين بزاف. عندي حاجه خاصتني، لازم ندير الحزام. هذا اللي نسيتهم. هذا شباب واقيلا هذا شباب. شوفي حاجه اخرى ما ديسيديش ديريكت. التصميم تاعي راح يكون يعني بالتقريب متناظر، يعني واش كان من اليمين كان من اليسار. مريم عجبني التصميم تاعها باسكو شغل كان دارت له بزاف طويات وخرج لها شباب، ما كثرتلوش لي فلوغ وطوات شغل ما طواتش بزاف، طوات غير الفوق ما طواتش لاجوب، درتها سامبل. البنات انا كملت نروح للاوبيرا. مادام انا كملت الاولى خليت صحاباتي يخدموا وانا رحت نشوف الاوبيرا. هي زربي خاطش قريب ليا خلاص الوقت. هي زربي سلسابيل. احنا كامل كنا مشوشين يعني في هذيك اللحظه، رحنا ولينا الحمد لله، يعني كل واحد يلقى كما احنا نقولوا مجراه. جمهور الوغ لي معنا تلت عروض تاع موسيقى اللي حيلعبونا بلا موندولين، واول واحد راح يدوز هو بن بلعيش عبد الرحمن. كنت نحب الموسيقى ملي كنت صغير خاطرش كنت نقعد في الشومبا تاعي وحدي نبدا نغني. كي كنت صغير كنت نغني قمطاره خاطرش عجبتني. صح كان قلبي يخبط، كنت خايف مستريسي بالك نجي الاخر وما نربحش. هذه اخر اغنيه تعلمتها قبل ما نكملوا لا سيزون تاعنا. نرغب لي ما اول الماء اولي
يأتي الفرج بعد الشدة، الخير والشر واصيل. دكر شوفوا إذا نجي الأول ولا لا لا، ونتمنى لصحابي اللي حيجوزوا دوكا بالتوفيق. برافو. ميرسي عبد الرحمن. قولي عبد الرحمن يحب نعرف شكون اللي شجعك باش تدخل دير الموسيقى؟ شجعني ماما بابا، هما اللي شجعوني باش ندخل الموسيقى. ربي يحفظهم لك ان شاء الله، نحييهم ان شاء الله. وقول لي واش تحب بلوس تغني ولا تحب دير الماندولين؟ لا نحب نضرب بزاف، نحب دير الماندولين بزاف، خير من الغنى. برافو، انتوك يعطيك الصحة. ميرسي بوكو على العرض اللي قدمته لنا. صحة، عندي ثقة في نفسي وراني متأكد حنكون الأول بإذن الله. ودوكا أنا الحين الجزء الثاني عرض اللي حتقدمه لنا قرجاج مريم. انا نحب نعزف ونغني لخاطر كاين واحد الاغنيه تولدني شعور شباب كي نغنيهم. يا قلبي خلي الحال يمشي على حاله. انا كنت حابه بيانو يعني بصكيشت الماندولين، حبيت نتعلمها، وكي نتعلمها ان شاء الله نولي حاجه نتعلمها مليح مليح مليح، نروح لآلات واحده اخرى. وصغالي ما قالوا ياتي الفرج في الان. كي غنيت كنت خايفه من قبل، نخاف وكان من عجبها في لما نخطا في الاغاني، بصح من بعد كي غنيت شعور نورمال، شعور ما جاتنيش، شعور اني خايفه بزاف. برافو. ميرسي مريم. قولي لي، نحب نعرف وين تعلمتي الموسيقى؟ بديت نتعلم الموسيقى كي كنت صغيره، كنت بزاف نشوف الحفلات تاع الموسيقيه الاندلسيه، وانا ماما انا قاعده نقول ماما حبيت هذه الموهبه. برافو، يعطيك الصحه مريم، شرفتينا في حضورك اليوم. ان شاء الله نخرج مرتبه مليحه، وان شاء الله نكون في حسن الظن تاعهم. ودوكا انا كاين الجزء الثالث واخر عاد يخدم هنا غرازا ماسيليا. كون جيت نطلع في لاسين كان مون كور يباتي كوم سي سيتي لا فان دو موند. جو ريميرسي بوكو مي بارون باسكو هما لي انكوراجيوني باش ندير لا ميوزيك. سي بو بنت لي بلي عجبني لو مورسو لي درتو. برافو، ميرسي ماسيليا. قولي لي كيفاش عرفتي بلي تحبي الموسيقى؟ هي اون بروميي لا سورتي عيب دير لا ميوزيك، مالا كيما بدات دير لا ميوزيك، كيما دير لا ميوزيك حس ان سونتيمون
un sentiment de joie et de bonheur. ومن بعد قلت pourquoi pas moi aussi je fais de la musique pour passer mon temps. قلت من بعد les professeurs surtout Yassine Abbar, il m'a appris la mandoline. Il m'a conseillé de commencer par la mandoline. Bravo. Après la mandoline, peut-être je vais faire le violon. Inch'Allah, ya bi mliha nek dir plusieurs instruments hakda. Merci beaucoup Masliya ala l'ad qedemti. Alors, كان هادو تتعرض تاع موسيقى بلا ماندولين، دوكا نشوفو الورشات الاخرين. ما قلتوليش حكون لي زعما هكا كاش ما ديغا درتوها في الكوزينه الديغا اللي درتها في الكوزينه مو فنديرها تري سوفون وانا الديغا اللي درتها في الكوزينه كانت مع ماما وماني كانت عيد الام طيبنا غاطو ومن بعد كي كملوا كلش وكانوا يحطوا في المول جو فولي ليشي لا سباتول جادور فير سا ومن بعد كي حستها لقيتها مالحه قلت لها ماما شوفي او مالح قالت لي نايله كي تمسخري بيا قلت لها ماما والله دوقي ومن بعد كي داك تصبت مالح طرطقنا بالضحك ومن بعد عاودنا كلش من دار وجديد انا لو كان نقول لك ما تيماجينيش كاع وي ديما انا واحد النهار كنت صغيره ان فات كنت هكا 7 سنين 6 سنين ماما راحت دخلتني في الدار تلفت لي كانت عندها خدمه ومن بعد هذيك ماما نحت لي الغاز نحت لي كلش وانا ما لقيتش انا شهيت البيض ما ديتيك انا شت البيت جبتو في الكاس وحطيتو في الميكرووند اصلا عاودها زيوله شوي خصنا كريم فريش على بالك نجيبها وي وي هيا اوكي دوكا من بعد هادو نحطوهم في الطباسه طباسه طريقه نجيب نخليهم يبردوا دو كوتي ونقوا الحاله كي كنا نطيبو خصنا كريم فريش ومن بعد رحت انا جبتها ومن بعد حنا كملنا طيبنا وبعد نقسموها على زوج وي بارتي ايغال لا je pense toi sur le ou la pâtisserie tu nous dis quoi la pâtisserie la même chose ou la pâtisserie alors ou la pâtisserie d'accord il y a des nafalés na et tout dans la chambre dans la douaire donc d'accord la pâte تاعو c'est la même que تاع la pizza انا الحشو تاعي درت لها البصل الزيتون لا صوص طومات وست لها الطون هلو بيتزا يولو بونجور صباح الخير صباح كي دخلت ايناس elle était très jolie درتو الخبز عجنتو درتو ميم لا فاصل داخل اوكي ما فين تعجنو في الدار وي واش فين ديرو انا فين ندير البيتزا لي تاكوز ما فين ندير ميم انا لي بيتزا اي تو سا ما فين ميم ندير دي كريب الخفاف مع ماني مليح سي بيان انتجا ميم انا كيف كيف شحال ديرو في الطيب 180 درجة 180 درجة و بيتيتر زعما 4 ساعة لمدة 25 دقيقة 25 دقيقة داكوغ تخي بيان تما اسكو تحبوا الخبز يكون بيان محمر ولا يكون شوية محمر بيان محمر اوكي مالا خليكم انتي درتي زوج صافي واحدة كبيرة وحدة صغيرة مالا هذيك صغيرة تاعي باش ندوق اوكي جو ليس طيبوا بيان ابخي نجي ندوق ايا تشاو تشاو باي باي كي دخلت عندنا ايناس كنت بزاف فرحانه بخي سقساتنا قالت لنا بعد انا دات وحده صغيره وحده كبيره ومن بعد قالت لنا الصغيره ندير ناكلها انايا راني متوقعه نربح المرتبه الاولى باسكو انا اللي دي شوكولاتها شابه ودرت لاباط مليح ومام لافخ درتها شابه راني متوقعه عندي المرتبه الثانيه ولا الثالثه باسكو مع الاول لاباط ديالي كانت تلاصق ومن بعد خفت ما تخرج لي شابه ومن بعد خرجت لي طايبه كاين اللي ما يحبوهاش طايبه بزاف
تما خفت ما تعجبهمش ويديروني دوزيام ولا ثوازيام. انا متوقع نجي للمرتبه الثانيه باسكو جو بونس الاخرين طيبوا خاوني. انا عطشت. عطشتي؟ وي. راهي تجيبي جو. شنجيبو؟ راهي تجيبي جو. شنلصقها اولا شنجيب كازو. جيبي لي انا ثاني. واش نجيب لك؟ كاندي شوكو ولا؟ انا عطشت بزاف وقلت لصحاباتي نمشي نجيب لكم كونديال. قالوا لي حجيبي فراز فريز. شربنا بارد يهبل. ايه سبق لك انت. انا بقاو لي غير شلاغ مبر. انا بقى لي ودن وحده بلاك نخليه بلا ودن نقول له عمره. ندير لها انا فيولي ندير لها شلاغ خليها بلا ودن نقول لها عمره مريضه مسكينه. كي كنا نخدموا في الفراشه جا عندنا راجل قال ما باقلكمش الوقت. انا كان باقي لي غير ودن عوجتها وقلت لهم راها مريضه. خلاص انا كملت وانتم ماشي. انا شوف الالوان. اوه خلاص انتي كملتي في الورشه. كي كنت نخدم في الفراشه قلت سهله خلاص ندير مرتبه ثانيه. انا كملنا طيبنا لك خف وابخي لي بانكيك كملنا طيبنا. ما يا داكو نبدا انا وش ندير الشوكولا كاين نوع عطيني ايه لك كريم فريش اوخ سي لك كريم فريش وخذ لك كريم فريش نروح نحط لي بيبي لهنا نحطوها قريب مالك. تقول لك كريم فريش؟ اه بينا تبدا تدوب. ندير بصيط صغيره دوك بلا تدوب. دوك راك نروح ندير لا كريم فريش نتاعي. انا ديري لي شويه في ديري غير بشويه انا ما ديريش دير سي ديري. ايه انا حتى ندير وحده باش نعرف شحال. شوفي حبسي عطيني انا اسمعي باش ندير شويه. هاكي هاكي صافي حسنا شويه صافي نورمالمون نزيد لها شويه باش لا 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 كيما هكا زيدي لها قطره قلت لك شويه صافي مره زيدي زيدي خلاص صح ميرسي دوريا كيفاش خرجتنا تري بيان. انا تاعي دابت خلاص واقع دوك ندير شنبال شوكولا نبداو نديرو داخل هيا جيبي انتي لازم تزيدي لا كريم فريش زيدي لا برك نجيب مغلوقه سمعي شوفي بلا شويه بسكوت تاعي نواغ على بيها ماشي ولا هذا الشيء سي هي مدا خلاص خلاص هي مدا حاجك حالك لا لا سي تربحي في كل ساقو تربحي تقدري تخبري يح سخونه هيا لعبي خفيف هيا درتي التوعي ودرت التوعك ها درتي التوعي درت التوعك. كي راحت مينيسا باش تذوب شوكولا هي فاتت تذوب الشوكولا وبدات تدير وانا كنت ندوب الشوكولا ابغي كي درتها داخل التوب ديت حنبدا ما كنت تفكرت بلي هذه تاعي هذه تاعها وهي فاتت غنتقدها وانا ما حبيتش هذاك الديكور. هاي نقلبوها هاي تاعك نص درت الشوكولا تاعي
صحيح نقل انا نجاكم الحين صحيح تبادلوا ففتحها مهم هي اللي بدات الاولى هي اللي درت شوكولا الاولى يعني تبادلوا درت شوكولا انت درتي شوكولا الاولى انا درت شوكولا الاولى يعني تبادلوا اللي ما راح يفيك تجي تبادلوا هاي تبادلوا وكي قلت لها هذا تاعي قالت لي لا ما خلاتنيش ندير خالي تاعي كي غلطت حبت تلعبها لي باش ما نفيق لهاش انا كنت مازلت ندير داخل الساشي هذاك وهي بدات تدير الشوكولا الاولى صافي سي تافوت ماشي انا كاين لي كاميرا شنو هي اللي خبطت بيا ماشي انا وتاوها كاع مالحين انا كي نوقف بزاف وعندي بزاف الجاسوسين سمعت بلي وحده شوكولاتري في بلاصه السكر دارت الملح وزادت سرقت صاحبتها بان كيك باش تكوفري روحها والله غير ما عجل الملح انا ديجا كنت ندوب في شوكولا وهي بدات تخدم صافي هي لا فتح انا ما كنت مازال ما بديتش نخدم مام با دوكا وصار تخلط طايح اكثر من مايد لو كان ماشي شويه وتولي دبزه ودماغ فيا قلنا لدب الحمد لله سنا المايد ما تاعي انت تاعك درتي الملح كاع صح انت اللي جيتي منا انت اللي بديتي انا كنت كاع مازال ما بديتش تبدي لي شوكولا بديتي تاعك درتي لها الملح من بالك بلي تاعك ماشي بنان قلت لها ما حبيتش بصح ماشي ما حبيتش انا شوف هي بصح كيف نفهم ما حبيتش تفهم بصح انت كنت عن بالك ايه عن بالي شكون شغل عن بالي ايه بصح تاعك مالح ما تديهم ليه انا قعدت قدام خالد تاعي وما بوجيتش باش ما يقولوش بلي ديتهولها ولا كيفاش وش بك؟ وانا اللي كملت وانتي ما انا كملت وانتي كملتي كان عندنا فيديو كنا نتبعوا عليه من بعد انا رسمت حدت بالكريون رسمت هذو لي دونات واستعملت ايضا الالوان المائيه لا بانتو واستخدمت لي ماركر انا توقع نجي المرتبه الثانيه ولا الثالثه لخاطرش حسيت باللي خدمت في سنيوتي وعجبتني كانوا المنافسات اللي نافست معاهم كانوا يعرفوا يرسموا بزاف سوختو واحدة منهم فاطمة الزهراء اللي شاركت في مسابقة فيمس ودات المرتبة الأولى كي كنا في الورشة نرسمو قلت لصحباتي بلي أنا ماما عندها سنيوات كيما هذو بصح كون نقول لها طيني نرسم بيهم تقتلني انا في رايي ان يكون المرتبه الاولى باسكو انايا كنت ملتزمه بالشروط اللي طاوهم لنا في لي زانغريديون وصحاباتي اللي كانوا قدامي كانوا غير يخلطوا وخلاص صافي على ديك دي الثقه في نفسي اني جينا المرتبه الاولى دوكا كنطلعوا لا شونتي دوكا لا شونتي والحليب الحليب الحليب ما كاش شوفوا باش نختصروا الوقت انت روحي جيبي الحليب وانا نروح نعيط لياسير وانت جيبي لنا حليب داكوغ هنروحوا الو ياسر معايا ياسر في الاجتماع في كل مكان وزمان حبيت نقول لك جيب لنا لا كريم شونتي ما تخافيش ياسر يسرى علي رانا في كنديرو اوكي صحه بعد ما طابوا الباتابلي تاعنا زيناها بلا كريم شونتي وحلوى تاع حليب راني جيت يا يما ذاك همزه جاب لي صداع لراسي هضر بزاف
تاكلوا بي. شو دي صحيت ودوز 11 ودوز على ونز على عيد الميلاد هنا وغلا 11 12 11 كما شو يقول لهم دوني ما وتاي إما لا بمناسبة والله ما لا بلي أما مناسبة نعطيها لكم من الأخر راح ندي شوية ديدو بس كبلين بزاف ناضي ما على بالك أنا كنت في رأيي حنربح المرتبة الأولى بصحيتك مع لخاطرش كديت 3 سنتيم بعد تيك انا شحال من مره عاودت لا ديكوراسيون صافي ما خرجتليش مليحه خلاص ما كملتش ما انا كملتش انا تصورت اوبرا الجزائر انتيا مام انا تصورت في اوبرا الجزائر انا الكرسي باش نقعد فوق منه هذاك الطفل مال انا كي حطيت الطفل في الكرسي ما جاتنيش شبك شغل ناقصها لقطه مال جبت العازفين وحطيتهم اللوراء وخرجت لي فوتوشوب والله يبارك انا صورتهم في بيبر هاوس باسكو فيه الورد هذاك الشباب وزد درت لهم لي بوز عطيت الطفله ورده باش يبانوا كشغل عايش على راسها انا عطيت ودرت لهم لي بوز برجليهم ودرت له هكا يعني هاكم تصور تاعكم ايه كيما على بالكم انا كي نجي ندير عفسه لازم ندي معاها مقابل لا انا متعيش روح انا ما ندير لكم شو بيت سلام عليكم الفوتو الاولى كنت مقتنعة بها وقلت راح نربح راح نربح انفاي هذيك تاعي كيم انا ما تسبي الله اميره انا قاعده شابين شابه تاك تانيك شابه راني بزاف فرحان عجبتني شعره اصفر ايه. وراه جات هايله شغل لازم يبتسمها ايه هي وش نقصه تاكل كادراج جا شويه مايل ايه كانت المنافسه صعيبه باسكو كنا اربعه مش ثلاثه انا اميره جبتني بزاف كي كانت تصور باسكو حكمت كامل اوبرا الجزائر وحكمت هذيك هيروزيوم من الفوق عجبتني بزاف وزيد التصويره تاعها جات بزاف وان شاء الله كامل نربحو أطري هيروزيوم كملوا كامل التحديات تاعهم تقبل من جوج دسم الجوائز لازم نشوفوا عاد أزياء اللي اليوم راح يكون بزاف شباب
هاد التحديات تاع اليوم وهاد الحلقه اللي كانت مميزه بزاف بزاف. يا ابطال عجبكم الحال؟ وي مالا ندوزو تسليم الجوائز. حمزه يلا حمزه لو ليفغور تاعنا راح يجيب لنا لي ديبلوم تاعكم. ميرسي بوكو. دونك بما نوضحوا عليكم لازم نفكركم بالجوائز. فائز المرتبه الاولى راح يروح بالتلفازه من عند سخيم، فائز المرتبه الثانيه راح يروح محفظه من عند تكنو، لو ثروزيام غانيون فائز المرتبه الثالثه راح يروح ساعده كيا من عند كينغ رويال، لي بوتي مان كان جازو معنا بعض الازياء راح يروحوا بان شوب هيروز جام سوفونير، وكامكم رايحين تروحوا مع دي شوكولا من عند شوكو دادا وعلبه حلو من عند حليلو. خلاص نوزع؟ وي واجدين؟ وي يلا جو نبدا بورشه بيتزا يولو. المرتبه الثالثه تعود لي بنتي علي نايلة. برافو نايلة. حبيتو لا فيغيتي، كنت حابه ندي المرتبه الثالثه باش نربح ساعه. شكرا لكينغ رويال اللي هدتني هاد الساعه، وشكرا شوكو دادا وحليلو على الحلويات. فائزه المرتبه الثانيه هي بالعالم ريتال. برافو ريتال. نشكر نعاودها نشكر تكنو على المحفظة وشوكو دادا وحليلو، نشكر مي بارون كاني سميرة تي في كي داروا لنا هاد الحصة. وأميرة الورشة هي العربي اسمهان. برافو يسرا. نشكر سميرة تي في بزاف على هاد ليميسيون تاع هيروز يوم، جات بزاف مليحة وحالة. يلا دوكا ندوزو للبيبر هاوس يداروا لنا باراشات. المرتبة الثالثة تعود لكنانة عبد الكافي. برافو كنانة. ديت المرتبة الثالثة بصح انا كنت حاب ندير المرتبة الثانية. معليش ماشي لاكوب دي موند، معليش نورمال، المهم مشاركة. هذه ماشي مشاركة، المهم لاكوب دي موند. فائزة المرتبة الثانية هي بنشو عطال نيسان. برافو نيسان. والمرتبة الأولى تعود لبن صالح خديجة. شكرا لحليلو وشيكو دادا اللي ما ننساهمش لاخاطش حنا خصنا نعمرو كلشنا، وشكرا سميرة تي في كي درتي لنا هذا البرنامج الهايل اللي بسببه جيت لالجي وفرحت وتلاقيت صحاباتي جداد. نشكرك بزاف سميرة تي في. بيكاسو. يلا المرتبة الثالثة تعود لي بيرم أميرة. نشكر كينغ رويال على الساعة اللي قدموها لي وحلوة حليلو، وأيضا نشكر شوكولا شوكو دادا. فائزة المرتبة الثانية هي هلال سيرين. برافو سيرين. نشكر تكنو على هذه المحفظة اللي فيها أدوات وفيها بطة من حليلو وشوكو دادا، ونشكر هيروز ونشكر سميرة تي في اللي خرجت لنا هذا البرنامج هيروز يوم. وأميرة ورشة بيكاسو هي فاطمة الزهراء حمادوش. تحصلت على المرتبة الأولى وراني فرحانة بزاف، ونشكر ماما واخواتي وسميره تي في، ونشكر تاني كستريم على التلفاز اللي هداهولي. يلا لي ديزاينر اللي دارولي مديرو بزاف بزاف شابين. المرتبه الثالثه تعود لسلسبيل قطاش. بالبركه عليهم وان شاء الله يعني نتهناو بالكادو ديالهم، فرحوا بيوم والديهم. هذه هي فائزة المرتبة الثانية هي معوش مريم. والمرتبة الأولى تعود لنهى حاج محمد. برافو نهى. فريق جونيور فوتوغرافر اللي كانوا أربعة متنافسين. المرتبة الثالثة تعود لدو بيرسون اللي هما هند بن سليمان وأنفال كعوان. شكون هند؟ أنا ربحت ساعة ذكية وباطة حلوة حليلو، وربحت شوكولا شوكولاتة. ديت المرتبة الثالثة، أنا فرحانة عادي. المرتبة الثانية تعود لأميرة محفوظ. برافو أميرة. ونهدي ثاني الهدية تاعي لماما وبابا وخالتي وكاع عائلتي اللي دعموني. وأميرة الورشة ولا أمير الورشة هو معتز بالله بكرة. برافو. راني جيتكم ونشكركم يا هيروز يوم على استضافتي من عنابة أنايا بأحسن طريقة موجهة إلي، وشكرا. يلا دوكا كندي و المرتبة الثالثة تعود لأبركان رهف. ونشكر قناة سميرة تي في على البرنامج اللي قدموه لنا اللي هو أضخم برنامج في الجزائر،
ونقول للناس ما باللي يجيو لهنا خاطر هذه من حاجه يكونوا داروها. المرتبه الثانيه تعود لسعد الله بشرى. نشكر تيكنو على المحفظه اللي بداخلها ادوات تيكنو، ونشكر حليلو على علبه الحلويات، ونشكر شوكو دادا على الشوكولا. والمرتبه الاولى تعود لمختار فرح. برافو فرح. نشكر سريم بزاف على هذا التلفاز اللي قدمه لنا، ونشكر حلوة حليلو اللي قدمه لنا، ونشكر شوكو دادا على الشوكولاته اللي قدمه لنا. اوبرا الجزائر والفنانين دارونا اليوم عروض تاع الموسيقى. فائزة المرتبة الثالثة هي مارسيا غرازا. برافو مارسيا. راني ان بو ديسو مي جو بو فير ميو. جو كرو كو لا بروشين فوا جو سيري لا بروميير او لا دوزيام باسكو هيروزيوم اون اي توس غانيون. فائزة المرتبة الثانية هي مريم قجاج. برافو مريم. واني فرحانة بهذه المرتبة كي ديت هدية تيكنو كارت دقيقة. واني فرحانة بزاف هذه، اني مفتخرة بزاف هذه المرتبة. واني فينك اني فرحانة كي ديت كطاب من تيكنو وبواطة حلويات من حليلو. وفينك ديت شوكولا شوكو دادا. وشكرا لعمري ايت عباس وكامل القبائل. وامير الورشه هو عبد الرحمن بن بلعيش. واني فرحان خاطرش كي ديت المرتبه الاولى، وثاني كعطاو لي تيليفزيون سترين، وبطا حلوه تاع حليلو وشوكولا تاع شوكو دادا. اخر ورشه وهي ورشه شوكولاتري، فائزه المرتبه الثالثه هي ملك كريم. ملك. نشكر كينغ غوايل على هاد الساعه، ونشكر حليلو على هاد الحلوى، ونشكر شوكو دادا على هاد الشوكولا. والمرتبة الثانية تعود لمانيسا ايت عامر. او مانيسا. تحصلت على المرتبة الثانية، معليش المهم على المشاركة. والمرتبة الأولى وأميرة الورشة لورشة شوكولاتري هي أمينة داموش. أنا فرحانة بزاف كي ديت المرتبة الأولى، نشكر سميرة تي في على تلفزيون تاع سكين. برافو برافو أبطال هيروزيوم، وشاهدنا كنتلاقاو السمانة الجاية إن شاء الله كل سبت في هيروزيوم.